الدرس الأول حالات الحروف اللغة العربية. الألف في أول الكلمة، أرنب. الألف في وسط الكلمة، كأس. الألف في آخر الكلمة، يملأ. الباء في أول الكلمة، بطة. الباء في وسط الكلمة، حبل. الباء في آخر الكلمة، قلب. التاء في أول الكلمة، تاج. التاء في وسط الكلمة، كتاب. التاء في آخر الكلمة، بيت.